بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء، السادة الحضور، الأخوات المشاهدات، أبنائي طلاب وطالبات الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا هذا اليوم أن أكون أمامكم لألقي هذه المحاضرة بعنوان أهمية استخدام التقنية الجغرافية في المجال التاريخي، وهي استجابة لخطاب من قسم التاريخ موجه إلى رئيس قسم الجغرافيا، ورئيس قسم الجغرافيا مشكورا اختارني من بين الزملاء بحكم التخصص للقيام بهذه المهمة. ونظرا لكثرة الانشغالات اعتذرت من سعادته، إلا أنه أصر على أن أقوم بهذه المهمة نظرا لأهمية التعاون بين كل من قسم الجغرافيا وقسم التاريخ، فله جزيل الشكر. هذه المبادرة كانت في واقع الأمر قادمة من القسم النسوي لقسم التاريخ، الدكتورة إلهام البابطين رافعة طلب إلى مجلس قسم التاريخ بالرغبة في إلقاء محاضرة عن أهمية التقنية الجغرافية في التاريخ لطالبات الدراسات العليا، والقيام بدورة وورشة عمل. وطبعا اتصلت أنا في الدكتورة وفي رئيس القسم وأخبرتهم بأن عملية الدورة وورشة العمل تتطلب في بادئ الأمر أن يكون هناك فرشة معلوماتية لدى المتسابقين قبل أن تعطى لهم الدورة مباشرة، ولذلك قبعت أسابيع لانتقاء مواضيع تهم إن شاء الله من سيسمع هذه المحاضرة. ثم إذا كان هناك دورة مستقبلية أو ورشة عمل تكون العملية إن شاء الله مناسبة. ما تكلمت عنه كان هو المقدمة. اليوم إن شاء الله سوف نركز في تلك المحاضرة على النقاط التالية. النقطة الأولى، العلاقة بين التاريخ والجغرافيا. الحقيقة أنا اخترت هذا العنوان نظرا لأن هناك نوع معين من العزوف عن التقارب، كان هناك تقاربا بين الجغرافيا والتاريخ قديما قبل 40 عاما، اليوم أصبح قسم الجغرافيا بحاله مستقل وقسم التاريخ بحاله مستقل، وهذا يذكرني الحقيقة بالعائلة السعودية. قديما كانت العائلة السعودية الأب والأم والأبناء والبنات كلهم في بيت واحد، اليوم مع تطور التقنية وتطور الحياة أصبح الابن يتزوج ثم يترك البيت ويذهب، والبنت تتزوج وتترك البيت وتذهب، وهكذا. لذلك أصبح كل منا مستقل، ولذلك سوف أسلط الضوء على ما هي الجغرافيا وما هي التاريخ وكيف أهميتهما لبعض إن شاء الله، لأنهما عبارة عن عملة لوجهين لعملة واحدة. الموضوع الثاني، سأتكلم عن أنواع الخرائط. اليوم نسمع كثير من المسميات، الخرائط السياسية، الخرائط الصحية، الخرائط الزراعية، الخرائط الصناعية، خرائط المناخ، خرائط السكان، يعني سميها ما شئت، ممكن يطلع عندك 400-500 مسمى، أي اسم تأخذه ممكن أن تضع أمام كلمة خرائط فيصبح عندك مسمى، وهذا في الواقع يجعل طلاب وطالبات العلم في حرج من أمرهم لضم المعلومة ومعرفة ماذا يجب وكيف يمكن التحرك. لذلك إن شاء الله سوف نسلط الضوء على أنواع الخرائط وما هو المهم منها لقسم التاريخ. طبعا هناك أنواع عديدة من الخرائط سوف نسلط الضوء عليها إن شاء الله، وسوف نسلط الضوء على ما يهم الإخوة في قسم التاريخ. احنا يهمنا التقنية، وبالتالي هذا النوع من الخرائط التي سوف أتكلم عنها لابد أن نعرف كيف يمكن أن نحولها من خرائط ورقية إلى خرائط رقمية على الحاسب الآلي. بمعنى آخر، لابد من توظيف برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة منها في هذه العملية، بحيث تصبح الخريطة شكل رقمي تستطيع أن تتحكم فيه وتستفيد منه أكثر من
الشكل الورقي الذي يمكن أن تنظر إليه فقط. مرحلة التحويل تتم بشيء يسمى التصوير الضوئي. احنا تعودنا على آلات التصوير في تصوير الكتب، أما تصوير الخرائط فيتم لها شيء يسمى المسح أو الماسح الضوئي، وهو أجهزة تتم لمسح وتسجيل معلومات على خرائط كبيرة جدا في بعد نصف متر في نصف متر أو متر في متر. وعليكم السلام ورحمة الله. سوف نتحدث إن شاء الله عن كيف تجلب هذه الخرائط الورقية من على سطح الطاولة إلى سطح المكتب على الحاسب الآلي لكي نستفيد منها، ولكي ندخلها في برامج نظم المعلومات الجغرافية لابد أن نسلط الضوء أولا على ما هي نظم المعلومات الجغرافية. لابد للشخص أن يعرف المادة التي يتعامل معها، لابد أن يعرف أولا ما هي نظم المعلومات الجغرافية، ثم كيف يمكن أن نجلب هذا النوع من الخرائط أو البيانات إليها لكي نستفيد منها. تمر علينا في هذه البرامج مرحلة تسمى ببناء قاعدة البيانات. أي شيء تبغى تسويه في هذا البرنامج أو هذه البرامج، هي مجموعة من البرامج، القاعدة البيانات تتلقى كل البيانات سواء كانت رقمية أو وصفية أو مكانية، يعني في شكل خرائط، في شكل مرئيات فضائية، في شكل صور جوية، كلها تتغذى في قاعدة البيانات. وقاعدة البيانات هذه مهيئة علميا بحيث أنها تتعامل مع ما يأتي إليها من بيانات في شكل علمي له علاقة بالمسافة والمساحة ودقة المكان وغيرها. فبنتكلم إن شاء الله شوية عن بناء خرائط قاعدة البيانات. الخرائط اللي ورقية اللي احنا نتعامل معها إن شاء الله بعد ما نتكلم عليها سوف نعمل لها إرجاع جغرافي. وكلمة إرجاع جغرافي يكمن في أن الخريطة بعد أن تعمل لها مسح ستنتقل من ورقة على الطاولة إلى صورة على سطح الحاسب الآلي، ولكنها ليست مرتبطة بالنظام، يعني ليست موجودة في مكانها الفعلي على خطوط الطول ودوائر العرض في الطبيعة. فالإرجاع الجغرافي يعني أن ما صورناه بالمسح الضوئي يحتاج إلى عمليات رياضية وعمليات تقنية لكي تنتقل الصورة من صورة على سطح المكتب إلى المكان الأساسي لها على شبكة خطوط الطول ودوائر العرض لكي نستفيد من قياس المساحات والمسافات وتحديد الموقع بدقة وهكذا. هذا يسمى الإرجاع الجغرافي، نتكلم عليه إن شاء الله. الإرجاع الجغرافي هذا يتطلب أن تجهز البرامج بطبقات ترسم فيها هذه الخريطة. والخرائط كما تعلمون مهما تعددت واختلفت أنواعها لا تخرج عن ثلاث رموز: رموز نقطية ورموز خطية ورموز مساحية. إذا كانت الخريطة جغرافية أو كانت الخريطة في الزراعة أو في الصناعة أو في الاقتصاد أو في التاريخ أو حتى شارتس لقائد الطائرة أو حتى سكتش إذا كان عندك مناسبة في ثمامة وتسوي سكتش، كل هذه الأنواع من الخرائط لا تخرج عن ثلاث رموز: رموز نقطية ورموز خطية ورموز مساحية. إذا اجتمعت هذه الثلاث الرموز كونت لنا الخريطة. لذلك لابد من تجهيز ملفات فارغة فاضية من المعلومات على قواعد البيانات الجغرافية لكي نتمكن من فصل الخريطة التي نتعامل معها إلى طبقة نقطية وطبقة خطية وطبقة مساحية لكي نجذب الطبيعة إلى قاعدة البيانات. سوف نعمل ما يسمى بالاقتطاع للبيانات النقطية من الخريطة الورقية إلى الملف الرقمي على شاشة الكمبيوتر. الخريطة اللي بتطلع عندنا عبارة عن خريطة ورقية فيها كل شيء مثلها مثل الصورة. فإحنا إيش بنسوي؟ بنقتطع البيانات اللي لها علاقة بالنقطة، ثم نقتطع البيانات التي لها علاقة بالخط، ثم نقتطع البيانات التي لها علاقة بالمساحة. فتصبح كل معلومة موجودة في طبقة مستقلة نستطيع أن نتعامل معها بشكل مستقل، وإذا جمعت كلها مع بعض أعادت لنا الخريطة التي سبق أن عملنا لها المسح الضوئي. طبعا هذه كلها عبارة عن النقطة والخط والمساحة عبارة عن رموز، ولن تتعرف أنت على هذه الرموز ومعانيها إلا إذا أضفت الكتابة. فالكتابة عبارة عن رمز أيضا، ولكنه رمز لنفسه ورمز لتعريف غيره.
سوف نقوم بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في توقيع وتغيير وتحديد واقتطاع وترميز المعلومات التاريخية. بعد أن نجهز هذا الكلام كله تصبح الملفات اللي نتعامل معها النقطية والخطية والمساحية على برامج نظم المعلومات الجغرافية تصبح جاهزة. فإذا كان التاريخي يريد أن يضع خطاً لهجرة أو موقعاً أثري أو يتابع حالة معينة تاريخية، فلا بد أن يأتي باللوحة ذات المعنى ويضيف لها المعلومات المطلوبة فتصبح جزء من الخريطة، ثم يعيد بناءها مرة أخرى مع غيرها من الرموز فتصبح الخريطة خريطة تتبع الموضوع الذي أضيف إليها. نقول عليها تاريخ خريطة تبين الهجرة وغيرها، إن شاء الله بنشوف بالتفصيل هذا الكلام. هناك تطبيقات لنظم المعلومات الجغرافية في الجوانب التاريخية عالمياً، فسوف نسلط الضوء على ماذا تم عالمياً بالنسبة لتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في الجانب التاريخي. وهناك تجارب وتطبيقات لجامعات عالمية في الجانب التاريخي، وهناك أيضاً تطبيقات محلية وعربية لنظم المعلومات الجغرافية في الجانب التاريخي. هذه سوف نسلط الضوء إن شاء الله عليه لكي يعلم المتخصصون في التاريخ بأن هناك نوع معين من التوجه نحو توظيف التقنية في الجانب التاريخي، وعلى التاريخيين أن يتبعوا هذا المجال للاستفادة. سوف أضع مواقع على الشبكة العنكبوتية لها علاقة بنظم المعلومات الجغرافية في الجانب التاريخي لكي الإخوة في التاريخ يستفيدون من هذه المراجع ويستغلونها. ثم سوف نتكلم عن الإخراج النهائي. طيب، إذا ننطلق بسم الله، هذا هو موجز لما سوف يتم الحديث عنه إن شاء الله اليوم. النقطة الأولى العلاقة بين التاريخ والجغرافيا. لما أقول علاقة بين التاريخ والجغرافيا، أول شيء تفضل دكتور، أول شيء بنتكلم عليه هو ما هو التاريخ أو ما هو الجغرافيا. أنا دخلت على الإنترنت بحكم أنني جغرافي ولست تاريخي وأخذت تعريف من الإنترنت. التعريف يقول: التاريخ هو دراسة السجل الزمني للأحداث بناء على دراسة نقدية للمصادر المختلفة مع محاولة إيجاد تفسيرات لأسبابها، وفيها يتم جمع المعلومات التاريخية من المقالات المختلفة والتي تحتوي على تاريخ الشعوب والبلدان والثقافات التي ترتبط بها، بالإضافة لبعض المعلومات المهمة الأخرى مثل الاقتصاد والشؤون العسكرية والفلسفية والقانون والدين والعديد من المجالات الإنسانية. ويعرف التاريخ أيضا بأنه سرد للأحداث المختلفة التي وقعت بين البشر من صعود وسقوط للأمم وكل التغيرات التي أثرت على الوضع السياسي والاجتماعي للجنس البشري. هذا في الجانب التاريخي. إذن التاريخ يتكلم عن الأحداث التاريخية من منظور زمني. أما الجغرافيا فهو العلم الذي يهتم بدراسة العلاقات المكانية للظواهر الطبيعية. الظواهر الطبيعية مثل إيش؟ مثل الحرارة والأمطار والضغط والشكل التضاريسي والغطاء النباتي والتركيب الجيولوجي وغيرها من الظواهر الطبيعية. كما يهتم أيضا بدراسة العلاقات بين الظواهر البشرية. والظواهر البشرية مثل إيش؟ مثل السكن والسكان، السرقات، الخدمات، الأمراض، التوزيعات البشرية وغيرها من الظواهر البشرية بكل محتوياتها مكانيا وزمانيا. طبعا سمعنا كلنا الطبيعية والبشرية، ولذلك ربما يكون أمام طالب العلم مشكلة في تحديد ما هو الطبيعي وما هو البشري. هناك جملة أرجو من طلاب الكرام كتابتها أو حفظها، وأيضا طالبات الدراسات العليا في القسم النسوي أن تكتب هذه المعلومات لكي يستفاد منها. عشان تفرق بين الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية عليك أن تستعمل هذه المقولة. الظواهر الطبيعية هي كل ما ليس للإنسان دخل فيه، والظواهر البشرية هي كل ما للإنسان دخل فيه. فإذا جيت على الأشكال التضاريسية، الفيضانات، الحرارة، الضغط، الرطوبة، السطوع، كل هذه المعلومات ما للإنسان دخل فيها، هذه طبيعية. وعندما تأتي إلى
السكن والسكان والطرق والسرقات والجريمة، وإذن هذه كلها من أعمال الإنسان، هذه هي بشرية، فتستطيع أن تفرق بين البشري والطبيعي من خلال هذه الجملة البسيطة. طيب، تكلمنا عن التاريخ وتكلمنا عن الجغرافيا، أين الخرائط؟ الخرائط ليست لا جغرافيا وليست تاريخ، وإنما هي أداة علمية لها قواعدها وأسسها في البناء، لأنها تصور لك الواقع وما فيه بالترميز وبالقياس، ويوضع على أصول علمية معينة، ثم تصبح الخريطة أداة يستخدمها الجغرافي والتاريخي والمهندس والطبيب والرجل المرور والجندي في الحرب وقائد الطائرة وقائد السفينة، الخريطة للكل. ولذلك الخريطة هي التقنية الموجودة في قسم الجغرافيا، كانت أول ورقيا، الآن أصبحت ورقيا بالإضافة إلى تقنية. إيش تعريفها الخريطة؟ الخريطة هي عبارة عن تمثيل رمزي لما هو ظاهر على سطح الأرض أو على جزء منها من الظواهر الطبيعية والبشرية اللي تكلمنا عليها قبل شوي، على مقياس رسم مختار بطريقة نوعية أو كمية. لما أقول تمثيل رمزي، التمثيل الرمزي يعني أنه من الصعوبة بمكان أن تلتقط كل ما هو في الطبيعة وتضعه على الخريطة بنفس المقياس، لابد أن ترمز، تضع تختار رمز معين يعكس شيء في الطبيعة، فعندما تضعه على الخريطة يصطلح على هذه الرموز ويتعرف على ماذا موجود في الطبيعة من خلال الرموز الموجودة على الخريطة. طيب، ما دام الخريطة هي العمود الفقري لكل التخصصات واستخدامها، فلا بد أن نسلط الضوء على أنواع الخرائط، لأن عندنا مثل ما أنا تحدثت قبل قليل، عندنا بحر كبير من المسميات. قبلك واحد يقول يا أخي في الخرائط الزراعية والخرائط الصناعية والخرائط الصحية والخرائط استخدام الأرض والخرائط المساحية والخرائط السياسية، أي معلومة تحطها فيها خرائط، ما في كنترول؟ لا، في كنترول. أنواع الخرائط عندنا هي الخرائط الجغرافية، الخرائط الجغرافية لها وصف معين سوف نتحدث عنه، وعندنا الجغرافيا الخرائط الموضوعية، عفوا، الخرائط الجغرافية والخرائط الموضوعية، وفي عندنا الخرائط الطبوغرافية. إذن في عندنا من حيث الموضوع كل أنواع الخرائط اللي أنا تحدثت عنها قبل شوي موجودة تحت ثلاث مسميات، الخرائط الطبيعية والخرائط الموضوعية والخرائط الجغرافية. أولا الخرائط الجغرافية هي الخرائط التي تبين الحدود الخارجية للدول أو القارات أو العالم، وهي خرائط نوعية صغيرة المقياس. لما أقول نوعية يعني ما فيها أي رقم، ما فيها إحصاء، فيها فقط معلومات نوعية قليلة التفاصيل، ما يوجد فيها تفاصيل، تغطي مساحات كبيرة من الأرض. يعني على سبيل المثال، مثال رقم واحد، هذا الآن خريطة للعالم موزع عليها الأديان. الأديان ما موجود عندنا أديان بالرقم، تقول الدين الإسلامي الدين المسيحي وهكذا من الأديان اللي موزعة، فهذا هو التمثيل النوعي، يسمى التمثيل النوعي، ولكن على مساحة كبيرة من الأرض على قارات العالم. في عندنا أيضا مثال ثاني، الأراضي الزراعية بالمملكة العربية السعودية، خريطة تبين الأراضي الزراعية بالمملكة العربية السعودية، المنطقة الزراعية، منطقة صالحة للزراعة، منطقة قليلة الزراعة وهكذا. هذه المعلومات ليس لها تعريف رقمي وإنما تعريف اسمي أو نوعي. مثال ثالث، الخريطة التخطيطية للتربة، مثل ما تكلمنا عن الزراعة أيضا التربة، تربة مسامية، تربة جيرية، تربة صالحة للزراعة، تربة غير صالحة، تربة يمكن استصلاحها وهكذا. إذن الخريطة بتعطيك زخ من المعلومات الكثيرة ولكنها في شكل نوعي. هناك الخرائط الموضوعية، إذا نحن خلصنا من الخرائط الجغرافية الآن، عرفناها. الخرائط الموضوعية إيش تضم؟ تضم الخرائط التي تجد أو تقع بين المقياس الصغير والمتوسط، وتوزع عليها أو تمثل عليها الظواهر النوعية والكمية بشكل رقمي، سواء كانت طبيعية أو بشرية. من الأمثلة على ذلك، مثال رقم واحد، سكان المملكة العربية السعودية. عندي خريطة الآن تختلف عن اللي قبل شوي، اللي قبل شوي عبارة عن ألوان موزعة لكي تعكس ظواهر، هنا عبارة عن خريطة للسكان
من اللي منهم مثلا عمر أطفال، ومن اللي منهم شباب، من اللي منهم كبار في السن وهكذا. مثال ثاني عن أعداد المسافرين بين بعض مناطق المملكة العربية السعودية، هذه خريطة المملكة العربية السعودية وموزع عليها دوائر بأحجام مختلفة وخطوط بين هذه الدوائر. أحجام الدوائر بتعكس لك عدد المسافرين بين كل منطقة وأخرى، والخط بين كل إقليم وإقليم له سمك، هذا السمك بيعكس لك أيضا مقدار عدد المسافرين الذي تم التحرك بين إقليم وآخر. فالخريطة هنا تتكلم عن الرقم، لذلك هي عبارة عن خريطة كمية. مثال ثالث، الكثافات السكانية في المملكة العربية السعودية. الكثافة طبعا تعرفون من الناحية العلمية أن الكثافة هو عبارة عن ظاهرة معينة مرتبطة بظاهرة أخرى، فالسكان مرتبط بالمساحة، عندما تقسم السكان على المساحة يعطيك كم عدد السكان في الكيلو متر المربع. وزعت هذه الظاهرة أو هذه المعادلة على الخريطة، فأصبح عندنا نوع معين من رؤية الكثافات السكانية. نرى أن منطقة جازان، مكة المكرمة والباحة هذه تقع في المرتبة الأولى، يليها عسير والرياض والقصيم، ثم المنطقة الشرقية والمدينة وتبوك، ثم نجران والحدود الشمالية والجوف وحائل. إذن نلاحظ أن العمليات الكمية أو الظواهر الكمية تمت بهذا الأسلوب، هذه الخرائط الموضوعية. طيب، الخرائط الطبوغرافية وهي النوع الثالث. الآن من حيث الموضوع، لاحظوا أننا تكلمنا من حيث الموضوع، خرائط طبيعية وخرائط موضوعية، الآن خرائط طبوغرافية. الخرائط الطبوغرافية هي الخرائط التي تهتم ببيان شكل سطح الأرض وما عليها من ظواهر طبيعية وبشرية بطريقة نوعية وكمية على مقاييس مختلفة. دخلنا الآن كلمة مقاييس، على مقاييس مختلفة. نشوف، أنا ما أعطيت أمثلة فقط لتوصيل المعلومة. المثال الأول، طبعا الخرائط هذه تعتبر الأساس لبقية الخرائط الأخرى، لأن عليها يتم استخراج الخرائط من بمقاسات مختلفة، وهي الأكثر استخداما في الجانب التاريخي. الخرائط الطبوغرافية هي أكثر أنواع الخرائط المستخدم في الجانب التاريخي. طبعا ما معناته أنه الخرائط الأخرى لا تستخدم، أنا قلت الأكثر. أنواع خرائط الطبوغرافية، في عندنا تقسم الخرائط الطبوغرافية إلى ثلاث أقسام، قسمناها قبل شوية من حيث الموضوع إلى ثلاث أقسام، الآن قسمها من حيث المقياس. فنقول عندنا خرائط طبوغرافية كبيرة المقياس، وعندنا خرائط طبوغرافية متوسطة المقياس، وفي عندنا خرائط طبوغرافية صغيرة المقياس. مفهوم المقياس يحتاج إلى توضيح بسيط. كلمة صغير وكبير في المسمى هنا عكس الاستخدام، لما تقول كبير المقياس يعني فيه معلومات كبيرة جدا ولكن مساحة الأرض فيه صغيرة جدا، وإذا قلت صغير المقياس معناته مساحة الأرض كبيرة جدا والمعلومات فيه قليلة أو معممة. لذلك الخريطة اللي شفناها قبل شوية عن العالم، توزيع الأديان على العالم، هذه صغيرة المقياس. والخريطة اللي شفناها عن توزيع المراعي في المملكة العربية السعودية هذه متوسطة المقياس. ولو كنا نتكلم عن مدينة هذه كبيرة المقياس. فهذا مفهوم المقياس، المقياس مفهوم عكسي. إذا سمعت كلمة صغير يعني أرى مساحة كبيرة والمعلومة معممة، إذا سمعت كبير معناته المساحة صغيرة والمعلومة تفصيلية. الخرائط الطبوغرافية كبيرة المقياس، مقياس 1 لـ25 ألف، مقياس 1 لـ25 ألف يعتبر مقياس كبير. خرائط كبيرة المقياس تسمح برؤية بيانات تفصيلية ولكن على مساحة صغيرة من الأرض. أنا اقتطعت من خريطة طبوغرافية معلومة بهذا الشكل. نلاحظ عندنا الخريطة هذه تبين لنا مدينة تبوك والتوسع العمراني والطرق اللي موجودة فيها. نشوف أيضا المطار، شوف عندك هنا المطار، شكرا، نشوف المطار. إذا في عندي نوع معين من التفصيل في هذه الخريطة لأن مقياسها كم؟ 1 لـ25 ألف. طيب رحنا الآن تحركنا من الكبير نحو الصغير، بس تغير الرقم كبر بس احنا نسميه صغير. تحركنا من مقياس 1 لـ25 ألف إلى مقياس 1 لـ50 ألف، وهي خرائط متوسطة المقياس تسمح برؤية بيانات أقل تفصيلا عن سابقتها ولكن على مساحة أكبر من الأرض. نشوف بالضبط المثل اللي عندنا قبل شوية، شفنا خريطة تبوك صح؟
بالطرق والمدن والمطار بشكل تفصيلي. الآن ابتعدنا شوية وأصبحت مدينة تبوك بعيدة عنا، ولكن أضيف لها مساحة من الأرض القريبة. عندما يتغير المقياس من 1 لـ50 ألف إلى 1 لـ250 ألف، لاحظ القفزة، فإن خرائط الطبوغرافية تعتبر صغيرة المقياس وتبين معلومات أقل تفصيلاً عن سابقتها ولكن على مساحة أكبر من الأرض. نعطي مثل برضنا في تبوك، فتلاحظ الآن تبوك أصبحت نقطة في الوسط، تشوفها بشكل أحمر بسيط. قبل شوية في مقياس 25 كنا نشوف المطار ونشوف الطرق، الآن أصبحت بعيدة ولكن المساحة الأرضية التي حواليها اتسعت، فلذلك يصبح المقياس مقياساً صغيراً أو متوسطاً. في فهرس هذه الخرائط بأنواعها، هذه الخرائط بأنواعها موجودة في شكل فهارس. في عندنا فهارس خاصة بالخرائط مقياس 1 لمليون على 1، والمملكة العربية السعودية مغطى بحوالي 17 خريطة. في مثل عندنا للهيئة العامة للمساحة بنشوفها إن شاء الله بالتفصيل، لم تتبع التقسيم المليوني وبالتالي عندها عدد معين من الخرائط أقل من 17. فعندنا مقياس 1 لـ500 ألف، نصف المليون، 500 ألف، 43 خريطة تغطي المملكة العربية السعودية. مقياس 1 لـ250 ألف، تغطي المملكة العربية السعودية 147 خريطة. مقياس 1 لـ50 ألف، يغطي المملكة 2315 خريطة. مقياس 1 لـ25 ألف، يغطي المملكة 9260 خريطة. ملاحظين؟ طيب، الفهرس الأول اللي هو خرائط الطبوغرافية 1 لمليون، هذا 1 لمليون له تغطية على الكرة الأرضية. الخريطة اللي بتطلع عندك، أنا للأسف ما جبت الخريطة معي، الخريطة اللي بتغطى عندك هي عبارة عن حوالي نصف متر في نصف متر، هذه بتغطي جزء من الأرض، بتغطي 6 درجات طولية في 4 درجات عرضية، بمعنى آخر 600 كيلو في 400 كيلو في خريطة واحدة. هذه الخريطة المليونية، وهذا هو الفهرس الخاص فيها. نلاحظ أن عندنا هنا 17 نلاحظ عندنا هنا 17 لوحة تغطي المملكة العربية السعودية بهذا المنظور. الهيئة العامة للمساحة لم تقسم هذا النوع من الخرائط على مفهوم 4-6، وإنما قسمتها على مفهوم 7-5. نشوف هنا في عندك تقسيم الهيئة العامة للمساحة للمقياس المليوني، قسمتها على أساس كل 7 درجات طولية في 5 درجات عرضية في لوحة واحدة، فأصبحت المسافة بدل 700 صار عندنا 700، بدل 600 صار عندنا 725 في 555 كيلو في كل لوحة، فأصبحت اللوحات اللي موجودة عندنا 8 لوحات. تلاحظ 1 2 3 6 و2 هنا، 8 لوحات تغطي المملكة العربية السعودية مقياس 1 لمليون. فهرس الخرائط الطبوغرافية مقياس 1 لـ500 ألف، تغطي 3 درجات في درجتين، بمعنى كل لوحة عبارة عن 300 كيلو في 200 كيلو. عرفنا الخريطة مقياس 1 لكم لـ500 ألف، هذا الاندكس حقها. الخريطة اللي من هالنوع المملكة العربية السعودية مغطى ب 43 خريطة كما تحدثنا قبل قليل. فهرس الخرائط مقياس 1 لـ250 ألف، تغطيتها درجة ونصف في درجة، بمعنى 150 كيلو في 100 كل لوحة، يغطيها 136 خريطة. الخرائط مقياس 1 لـ100 ألف، التغطية عبارة عن 30 دقيقة في 30 دقيقة، تغطي 52 كيلو و400 متر في 55 كيلو و300 متر في كل لوحة. طيب، وش الغرض الأساسي؟ ليش أنا جبت الاندكس هذا؟ يعني إيش الفائدة منه؟ الفائدة منه أن سواء في قسم الجغرافيا أو في قسم التاريخ أو الساعين إلى معرفة التعامل مع الطبيعة، لابد أن تعرف أنت وش حدود المكان اللي أنت بتشتغل عليه. إذا أنا أبغى أشتغل على رحلة، إذا أنا أبغى أشتغل على مكان، قديش مساحته؟ قديش طوله؟ هل أبحث عليه في الخرائط المليونية ولا أبحث عليه في الخرائط
الصغيرة المقياس ولا أبحث عليه في الخرائط الطبوغرافية الصغيرة المقياس ولا في المتوسطة المقياس. إذا عرفت أنت المساحات والأبعاد للمكان اللي أنت بتشتغل عليه تروح على طول مباشرة على الاندكس وتطلع الخريطة ذات الشأن وتستفيد منها مباشرة دون أن تكون ضائعا غير عارفا أين تذهب. ففهرس 1/100,000 بيغطينا هذا النوع من الدرجات، وموجود 174 خريطة لهذا النوع، ولكنها بعضها غير مطبق في المملكة العربية السعودية، واستخدم هذا المقياس فقط لتغطية بعض المناطق الصحراوية. أنتم عارفين عندنا الربع الخالي والمناطق الصحراوية الأخرى في المملكة استخدم لها هذا المقياس دون تغطية المملكة كاملة بهذا المقياس. فهرس الخرائط 1/50,000، التغطية 15 دقيقة في 15 دقيقة، يعني 25 كيلو في 27 كيلو. لاحظ قبل شوية كنا 700 كيلو، الآن 25 كيلو في 27 كيلو في لوحة واحدة. هذه في المقاييس 1/50,000. هذا الاندكس حقها موجود فيها 2315 خريطة. فأنت بتبحث عن أي مكان عندك على في المملكة العربية السعودية وتعرف اللوحة برقمها وتروح تسحب اللوحة عشان تتعرف بالضبط أين أنت وتقوم بالعمل المطلوب. الفهرس الأخير هو الفهرس 1/25,000، وهو يغطي 7 دقائق و5 ثواني أو 7.5 في 7.5، بمعنى 12 كيلو في 13 كيلو في كل لوحة. هذه الخريطة تبين لك أن هذا النوع من المقاييس على الرغم من أنه يحتاج إلى 9260 لوحة عشان تغطي المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يطبق على كل المملكة العربية السعودية. مثل ما نشوف هنا طبق على المدن الموجودة على ساحل الخليج العربي، وطبق على منطقة الرياض، طبق على القصيم، طبق على حائل، طبق على المدينة المنورة جدة ومكة، عسير وجزء من جازان، تبوك، يعني بعض المناطق محل المدن الكبرى طبق عليها هذا النوع من المقاييس، أما بقية المناطق فتركت، ولكن حسب الاندكس لو طبق على كل المملكة سوف تحتاج إلى 9260 خريطة. طيب إيش العلاقة بين المقاييس؟ إحنا قبل شوي سمعنا كلمة مقياس 25,000 كبر صار 50, 100, 250, 500, 1,000,000. وش العلاقة بينهم؟ العلاقة تكمن في هذا الشكل. اللي تحت هذا الصغير هو 25,000، اللي في الوسط 50,000، اللي فوق 100,000، وطبعا لو طلعنا زيادة في عندنا 250,000, 500,000 إلى 1,000,000. خرائط 1/25,000 أربع لوحات من خرائط 1/25,000 تساوي لوحة واحدة في مقياس 1/50,000. يعني لو المعلومات اللي في أربع لوحات في 1/25,000 جمعت كلها ولكنها عممت وصنفت وخففت لكي تكون لوحة من لوحات في مقياس 1/50,000 الواقع في الوسط، وأربع لوحات من 1/50,000 عبارة عن لوحة واحدة في مقياس 1/100,000، وأربع لوحات في 1/100,000 عبارة عن لوحة واحدة في مقياس 250,000، وأربع لوحات من 250,000 تقارن أو تعادل لوحة واحدة في 500,000، وأربعة من لوحات من 500,000 تعادل واحدة من 1,000,000. لذلك شفت التسلسل كيف، ومعرفة المعلومة والخريطة كيف تتوزع من مكان إلى آخر حسب المقاييس. طيب كيف نتعامل معها على برامج نظم المعلومات الجغرافية؟ الآن عرفنا الخرائط وأنواعها وأشكالها، وش اللي منها طبيعي وش اللي منها بشري وش اللي منها حسب الموضوع وش اللي منها حسب المقياس، كيف نتعامل معها على برامج نظم المعلومات الجغرافية؟ كيف نتعامل معها على إيش؟ على برامج نظم المعلومات الجغرافية. طيب قبل ما نتعامل معها نقول أولا ما هي نظم المعلومات الجغرافية؟ قبل ما تقول لي كيف أتعامل مع نظم المعلومات الجغرافية، أولا عطني خلفية عن وش هي نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية عبارة عن برامج حاسوبية متقدمة تسمح للمستخدم ببناء قواعد بيانات جغرافية تمكنه من التعامل مع البيانات المكانية، مكانية يعني الخرائط، والوصفية يعني ما يخص هذه البيانات المكانية، بالخزن تخزنها في قواعد البيانات، بالاسترجاع تستدعيها، بالاستعلام تطلب عن أي شيء يعلمك، بالعرض
بالتحليل بأسلوب كمي ونوعي، وإخراج النتائج على خرائط بمقاييس مختلفة وبأسلوب نوعي أو كمي أيضا. نلاحظ أن عملية التعامل بالخريطة الورقية لا يتم إلا عن طريق الرؤية، فقط أنت تنظر الخريطة وبس، لكن عندما تصبح جزء من قواعد البيانات وفي شكل نقطي وخطي ومساحي، يصير عندك إمكانية التساؤل، الاستدعاء، التحليل، المقارنة، وهكذا. يعني عندك التعامل بهذا الأمر يتم عندما تصبح عمليتك أو خريطتك بشكل رقمي. هذه الخرائط تعرف باسم ArcGIS، احنا نسميها ArcGIS. الGIS عندنا يتكون من 5 عناصر. العنصر الأول اللي فوق هنا الإنسان، وطبعا انت عارف اي برنامج تقني لا يشتغل بحاله، لابد من وجود الانسان، فهو الانسان الذي يحركه ويتعامل معه ويغذي قواعد بياناته ويحلل. الانسان هو الذي يقوم بشيء، فنحن بحاجه الى الانسان وبحاجه الى الديتا اللي على اليمين، اللي على اليمين هنا الديتا البيانات. لا تستطيع ان تقوم باي عمل من الاعمال اذا كان ما عندك بيانات. البيانات جزء اساسي وعمود فقري لاي عمل من الاعمال. اللي بعده الاناليسيس، اللي هو لابد انك تضع توجيهات بروسيجرز، توجيهات بحيث ان العمل الديتا اللي انت تحطها كيف تبغاها تتحرك، كيف تبغاها تتوجه. هذا يسمى الهاردوير، المقصود فيه الادوات اللي انت شغال عليها، الكمبيوتر، الطابعه، البلوتر، الماسح الضوئي، والسوفتوير اللي هي البرامج اللي بتشغل لك هالكلام. اذا الكومبوننتس حق 5 هذه هي اللي بتكون نظم المعلومات الجغرافيه. أما برامجها، برامج نظم المعلومات الجغرافية، فتتكون من 3 برامج. البرنامج الأول مر علينا صورته اللي هو الارك جي اي اس، لكن هنا يسمى ارك ماب. شوف على الجنب كذا ارك ماب. هذا البرنامج إذا فتحناه على الحاسب الآلي نقوم بعملية الرسم والتحليل والاقتطاع والتصوير، وكل الأعمال اللي تسويها تتم على هذا البرنامج. أي شيء تبغى تسويه تتم على هذا البرنامج، تعرض الديتا على هذا البرنامج، تعرض الخرائط على هذا البرنامج، تحلل، تعلل، تتابع، تسوي أي شيء كله على هذا البرنامج. لكن هذا البرنامج ما يشتغل لوحده، يشتغل مع برامج أخرى مساعدة له. هذا رقم 1. طيب رقم 2 عندي هنا برنامج ثاني يسمى Arc Toolbox. Arc Toolbox مثل ما أنتم شايفين صناديق حمراء متوجهة كثيرة، كل واحد منها له علاقة بنوع معين من البيانات. ففي عندنا 3D analysis، معناته أنت بتحلل بالبعد الثالث، وفي عندك اللي بعده analysis tool، أنواع معينة من الأدوات التابعة للتحليل. في عندك convergent tool، في عندك أدوات تحول لك بياناتك من نوعية معينة إلى نوعية معينة. جايب بيانات على راستر تحولها إلى فيكتور، جايب بيانات على فيكتور تحولها إلى راستر. المقصود بفيكتور وراستر، فيكتور يعني خريطة من نقطة وخط ومساحة، وراستر المقصود فيها بيكسلز، يعني أنك جايبها من المرئيات الفضائية والصور الجوية. وفيها نوع معين أو كبير جدا من الأدوات اللي بتساعدك على عملية التحليل، وعملية سواء على كان سبيشال أناليسيس، تحليل مكاني، تحليل شبكات، تحليل طرق، نتورك أناليسيس، أي شيء له علاقة في التحليل والتعليل والتغيير، وهذا له علاقة موجود في الارك تول بوكس. ثم يأتينا طبعا الارك تول بوكس مهم لرقم 1 اللي هو الارك ماب. يجينا الآن رقم 3 الارك كاتالوج. هذا البرنامج مهمته تنشئ عليه قواعد البيانات اللي تكلمنا عليها، يربطك بالسيرفر الخاص فيك، يربطك بقواعد البيانات المتواجدة خارج مكانك. مثلا والله في بيانات موجودة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أنا عن طريق الارك كاتالوج أستطيع أروح إلى قاعدة البيانات الموجودة عندهم وأسوي داونلود للبيانات اللي عندي، أو أرسل لهم البيانات اللي عندي تصير عندهم في قواعدهم. في تبادل وغيرها عن طريق الارك كاتالوج. أبني قواعد البيانات في الارك كاتالوج، أبني الطبقات المطلوبة اللي تكلمنا عليها قبل شوية، الطبقات النقطية والخطية والمساحية اللي أهيئها على الارك كاتالوج. فإذا كل واحد من هذه البيانات أو من هذه البرامج له مهمة، هذا مهمته بناء قاعدة بيانات، تجهيز الطبقات المطلوبة، الربط بينها وبين
الأخرى الأرك كتالوج مهمته إنه بيحول لك البيانات من شكل إلى شكل، والأرك جي آي إس الأرك ماب اللي أول واحد اللي هو بيتم عليه كل العمليات المطلوبة. عرفنا هذه ثلاثة تكون الأرك جي آي إس، تكون نظم المعلومات الجغرافية عندنا. يضاف لها الإرداس. الإرداس أيضا عبارة عن برنامج موجود من ضمن البرامج الموجودة في معامل قسم الجغرافيا، مهمته التعامل مع المرئيات الفضائية والصور الجوية. تعرف احنا في نظم المعلومات الجغرافية ما نتعامل فقط بس بالخرائط، في بعض الأحيان نحتاج إلى معلومات سريعة ودقيقة وعلى مساحات كبيرة أو صغيرة، فنستعين بالمرئيات الفضائية والصور الجوية. طيب وش الفرق بين المرئيات الفضائية والصور الجوية؟ المرئيات الفضائية هي البيانات التي تأتينا من الفضاء، من السبيس، من الأقمار الصناعية خارج الغلاف الجوي. فهذه المعلومات تأخذ مساحة كبيرة من الأرض، طبعا تعرف أنت البعيد، ولذلك إمكانية الأرض اللي بتستغلها الصورة عبارة عن منطقة كبيرة، ولذلك تكون المعلومات جاية من المرئيات الفضائية. الصور الجوية تأخذ من طائرة تقلع على ارتفاع معين، وتستخدم الكاميرا المعينة، ولها عدسة معينة بفتحة معينة، يعني في أشياء علمية معينة يتم تصوير المدينة رايح جاي رايح جاي، وبعدين يصير في مداخلة بين الصور علشان تطلع لك الصورة الخاصة في المدينة. فهذا الفرق بين المرئيات الفضائية والصورة الجوية. الصور الجوية تعطيك بيانات دقيقة للمدينة، الأنفاق، الجسور، أطراف المدينة، أعمدة الكهرباء. البيانات اللي تأتيني من الفضاء بتأتي بدقة مختلفة، بعض الأحيان إلى 15 متر، بعض الأحيان 30 متر، بعض الأحيان 10 سنتي، يعتمد على نوع القمر الصناعي والدقة اللي موجودة فيه. هذا للتعامل مع المرئيات الفضائية والصور الجوية. عندنا أيضا برامج لها علاقة في الجي بي إس، والجي بي إس كما تعلمون اليوم صار منتشر حتى في الجوال عندك، لما تبغى تنتقل من بيت إلى بيت يقول لك ارسل لي اللوكيشن. اللوكيشن هذا اللي يجيك جاي من الجي بي إس، ليه؟ لأنه بيقرأ موقعك بين خط الطول ودائرة العرض ويرسلها إلى الشخص الآخر، فيقرأ لك أين مكانك ويحركك من مكان لآخر. فالجي بي إس بيعطينا معلومات عن الأماكن، بيعطينا إمكانات على التحرك بين مواقع ومواقع أخرى، ممكن يسوي لنا تراكينج، ممكن يسوي لنا طرق، ممكن أرسم عن طريقة خريطة، أتحرك بالسيارة من مكان لمكان ثم أستدعي المكان الخط اللي أنا مشيت عليه، فبيكون عندي خريطة جاية من الجي بي إس. فإحنا بنستخدم برامج نظم المعلومات الجغرافية، بنستخدم الإرداس، وبنستخدم الجي بي إس بالإضافة إلى البرامج الأخرى زي فوتوشوب، كوريل درو، الأدريسي، كل البرامج الأخرى المساعدة بنستخدمها، وهذه كلها متواجدة عندنا في قاعدة البيانات في 4 معامل في قسم الجغرافيا. عندنا 4 معامل في قسم الجغرافيا، كل معمل فيه من 25 إلى 20 كمبيوتر، يعني نقدر نشغل 100 متسابق أو متعلم في آن واحد، وهذه طبعا ميزة يتميز بها قسم الجغرافيا، والشكر للمسؤولين الذين يتابعون إعداد هذا الشيء. الآن كيف يمكننا أن نتعامل مع هذه الخرائط السابقة الذكر على برامج نظم المعلومات الجغرافية؟ عرفنا نظم المعلومات الجغرافية، طيب كيف أتعامل مع هذه الخرائط؟ الخرائط اللي عندي، الخرائط الطبورية اللي تكلمت عليها قبل شوي. أولا عن طريق تحويل تلك الخرائط من ورقي إلى رقمي. إذا أنا أبغى أحولها أول شيء أجيبها من على سطح المكتب، هي موجودة عندي في شكل ورقة، أبغى أحولها من ورقة وأجيبها على سطح الكمبيوتر، كيف أسوي؟ الماسح الضوئي، تكلمنا عن الماسح الضوئي قبل شوي، وقلنا أن الماسح الضوئي يختلف عن الزيروكس ماشين، عن مكنة التصوير. مكنة التصوير ممكن يصور لك صورة في كتاب، في مقالة، في ممكن، لكن لما تكون عندك خريطة عبارة عن متر في متر، نصف متر في نصف متر، فأنت بحاجة إلى ماسح ضوئي. الأشكال اللي أمامك هذه هي عبارة عن الماسحات الضوئية، وهي عبارة عن أجهزة كبيرة جدا تستطيع أن تلقم فيها